أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الوطنية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تتعرف على مفهوم التعددية. التعددية: يعد التعددية والتعدد مظهرا من مظاهر الكون الطبيعية، وهما حقيقة أزلية وجدت منذ خلق الله تعالى الكون وما فيها من مخلوقات. فالبشر مصنفون بين ذكر وأنثى، متعددو الصفات والسمات بين أسود وأبيض، بين طويل وقصير وغير ذلك، إضافة إلى التعدد في الفكر والرأي والثقافة. لقد بدأ التعدد منذ البدء تنوعا في المخلوقات وتعددا في النوع الواحد، وأخذت هذه الحقيقة تزداد وتتأكد مع زيادة معرفة الإنسانية وتعمقها. التعددية هي إقرار بالحرية والاختلاف والتعايش السلمي بين الناس، وهي حقيقة كونية ونعمة إلهية. فالناس لا يعيشون بنمط وسلوك واحد، بل يختلفون، والاختلاف من أهم شروط الاجتماع ودواعيه. فالتعددية تعني الإقرار بالاختلاف، سواء كان اختلافا دينيا أو سياسيا أو ثقافيا، وتعني مشروعية التعدد بحق جميع الحقوق، القوة والأراء المختلفة في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة على صعيد تسيير الحياة في مجتمعها. أقسام التعددية: أخذت التعددية أقساما ومعاني وظيفية عديدة بتعدد الموضوع التي احتكم الفكر الإنساني إليها. ومن هذه الأقسام التعددية الدينية والتعددية السياسية والتعددية الثقافية. التعددية الدينية عزيزي الطالب تعني الاعتراف بوجود تنوع في الانتماء الديني داخل مجتمع واحد أو داخل دولة تضم مجتمعا أو أكثر، واحترام هذا التنوع وقبول ما يترتب عليه من اختلاف العقائد. ويتضمن مفهوم التعددية الدينية الإقرار بأن لا أحد يستطيع نفي الآخر وبمبادئ المساواة في ظل سيادة القانون. أما التعددية السياسية يقصد بها مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن رأيها والمشاركة في صناعة القرار السياسي في مجتمعها. والدستور الأردني أقر التعددية السياسية والحزبية كأساس لبناء النهج الديمقراطي في الأردن من خلال وجود الجمعيات والنقابات والأحزاب من أجل تنوع الأفكار. أما التعددية الثقافية يقصد بها تعدد الثقافات البشرية وتنوعها، فكل ثقافة تختلف عن الأخرى بسبب تطورها التاريخي الخاص بها وميزاتها التي تجعلها مختلفة عن غيرها. في كثير من الأحيان يختلف في تعريف التعددية الثقافية، فأحيانا ينظر إليها للدلالة على اختلاف أنماط الحياة لجماعات، وأحيانا تستعمل للتعبير في الدلالة في الفروقات والمميزات لجماعات تهيج في مناطق جغرافية محددة، وتشكل هذه المميزات الملحوظة مصدرا لقوتها. وتعرف في علم الاجتماع بأن رغبة بعض الجماعات في المحافظة على أوجه بين أفرادها لاعتقادها أن الصفات والقيم والمعتقدات المشتركة تشكل مصدر شعور للأفراد بالفخر والثقة بالنفس والصحة العقلية. ومن الأصل أن نستثمر التعددية داخل المجتمع بشكل إيجابي في جوانب الحياة كلها في ظل احترام الرأي والرأي الآخر. شاكرة لكم أعزائي الطلاب، حسن استماعكم وتعاونكم.